مالها بقى؟ اروح اجيب شنطة عشان اخد فيها. خد فيها دي. ده اعمل بيها ايه؟ تاخد 10 جنيه والباقي تروح الأبزخانة تجيب لي بيه دواء الضغط. طب ممكن اجيب لسعادتك شريط واجيب ليا شريط؟ هات لي دواء الضغط يا ضاحي، بقول لك هموت. حاضر. انت مفيش بقلبك رحمة. لا لا حاضر حاضر. الدواء يا ابني. حاضر الدواء يا ابني، مشكلة. حاضر حاضر. اقص عليك، اقص عليك يا ضاحي. بجد I have no idea احنا ازاي جينا هنا تاني عشان نقعد مع الحرامية تاني عشان تسرقنا تاني. على فكرة انت اللي جبتيني هنا تاني ومشينا وراكي تاني وجرجرتني وراكي تاني. امال ايه يا سيف، انت عايزني اجي المكان ده لوحدي؟ اوه ما خلاص بقى، انت هتفضلي شكاية بكاية كده. احنا كده كده عايزين نجيب العقد، وبعدين الحرامي اللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفوش، ولا ايه يا هاني؟ مظبوط. ياض سيب الحشيش ياض، انت جاي تساعدنا ولا جاي تصطبح هنا؟ شوشو ما تفصلنيش، اهم حاجة مع خطيبتك لازم تختار يا تعيش راجل ولا تعيش مبسوط. طب وانت ايه؟ انا الحمد لله مبسوط. يا جماعة انا عايز اعرف دلوقتي فين الزفت اللي اسمها فتحي عشان نخلص من مكان الزفت اللي احنا قاعدين فيه دلوقتي. بس اهي جت اهي. بس هي مالها عاملة في نفسها كده ليه؟ اكيد خدت فلوسنا وعملت عمليات تجميل في لبنان. لبنان انتوا بتستعبطوا ولا انتوا مش عارفينها؟ مين دي؟ دي الفنانة رانيا يوسف. يا عم رانيا يوسف ايه؟ دي الخنازير البرية. ما هو المسلسل اسمه الخنازير البرية. بجد؟ ايوه. الستايل بتاعها خطير. انت بتتريقي؟ شايفة الشعر الأصفر مش القرف اللي انت عاملاه لنا؟ اه ضربالنا راسك بمية أكسجين وعاملة لنا على فرانكا. اخرسي بدل، بجد وحياة ربنا هعيط. السلام عليكم. وعليكم السلام. ايه اللي أخرك كده يا فتحي؟ قطعوا النسوان على لبس النسوان، العيال في الحتة بهدلون طول ما أنا ماشية يجروا الشعبطوا يجروا الشعبطوا. طب وما فرملتيش فجأة ليه؟ يقع على طول. ما جاتش في بالي بقى. معلش. الحمد لله على السلامة يا ست فتحي. الله يسلم يا ست فتحي. يا جماعة الجملة دي مش راكبة معايا، مفيش حاجة اسمها الست فتحي. أيوة صح، إيه موضوع فتحي ده يا فتحي؟ أنت باباكي سماكي فتحي؟ لا ده مجرد بس نيك نيم كده عشان لما أخذ الشغل يمشي، لكن أنا اسمي الحقيقي جايدة. طب والنبي وأنت جايدة هاتي لي معاكي ولعة. ممكن تديني شفتة؟ أه اتفضل. سيف. إيه؟ أكيد اسم جايدة عليكي أغرب بكتير بالنسبة لي من فتحي، فإحنا هنقول لك يا فتحي عادي. ماشي يا جماعه، ممكن نشوف مكان تاني نقعد فيه غير المكان دوت عشان انا متوتر جدا. وماله المكان ده؟ ده انا بفكر اتجوز واقعد هنا. بقول لك يا ست فتحي. نعم. اخبار القانون الجديد هنا ايه؟ لا والله جت لي متاخر، اخر تربتين لسه مأجراهم. سيبك من الواد المسطول ده، خليكي معايا انا دلوقتي. هنعمل ايه في موضوع العقد اللي احنا عايزينه من المتحف؟ اعتبريه معاكي يا ابله. بص يا اساتذه، اهم من الشغل تظبيط الشغل وتستيفه، احنا بس اهم حاجه نعرف كل حاجه عن المتحف. المتحف ده اتاسس سنه 1838، كان بتاع واحده اسمها نازك هانم الغندقلي. نازك هانم الورثه بتاعتها اللي هم احفادها اتبرعوا بيه لوزاره الثقافه سنه 1957. لما اتبرعوا بيه لوزاره الثقافه سنه 1957. انت عبيط في دماغك يا كابتن ولا ايه؟ تاريخ. تاريخ ايه؟ انا مش عايز اعرف ده، انا عايز اعرف كل حاجه عن المتحف، يعني عايز اعرف مداخله مخارجه البروز المناور، في لا مؤاخذه كام كاميرا معشيه جوه المتحف. ودي انا اعرفها ازاي بقى يا فلقوسه؟ فلحوسه. لا فلقوسه احلى عليها. مش فارق، هنعرفها ازاي بقى؟ هو انا عويله حضرتك يعني مستنياكي تيجي تقولي هنعمل كده ازاي؟ انا صحيت الصبح كده راحت الفكره فطت ونطت في دماغي، رحت قلت ايه يا بنت البسي سايحه اجنبيه. انت كده لابسه سايحه اجنبيه؟ اه. طب وحياه باباكي اللي سماكي فتحي، انت كده من بلد ايه؟ بصي هو انا ارجنتيني قلب على ارمني، يعني بصي في الاخر طلعت مني بولندي. احلى كلاب الكلاب البولندي. يكرم اصلك. المهم بقى وانا رايحه المتحف لقيت واد شيكي ميكي كده مع عده اصلي، رحت سالتها منه العده بقى، رحت مصوره بيها كل حاجه بقى من الصغيره للكبيره في المتحف. حلو قوي، فين الصور بقى؟ لا ما انا بعت العده وانا جايه وخدت التم. ايه بالصور؟ امال يعني اخسر فيها؟ انت حراميه ذكيه قوي ما شاء الله. ما تقلقوش يا اساتذه، المتحف كله هنا. هو المتحف مش كان في الزمالك يا جدعان؟ ايه اللي جابه هنا؟ ريح انت بس يا هاني، مالكش دعوه. بقولك يا معلمه، هنعمل ايه دلوقتي؟ بص يا امور، انا اكتشفت ان المتحف ده جاي على ناصيتين، يما قبلي ويما بحري. احنا بقى نخش من اليما البحري عشان تراوى. طب اليما البحري دي بقى من انهي شارع؟ لا يا حضرتك مش على شارع، دي من الميه جوه النيل في البحر. يعني احنا نعمل نفسنا تماسيح طالعه من النيل عشان الناس تخاف وتجري. تماسيح ايه يا كابتن؟ هنخش بمراكب. I love the idea. انت طلعتي ذكيه على فكره. انت عارفه النيل بيجيب بوزيتيف انرجي. سيبك من العيال السيس دي وخليكي معايا انا. دلوقتي احنا هننفذ العمليه امتى يا معلمه نجفه؟
اولا ما اسميش نجا، فانا اسم اختك فتحي، وانا شايفاكي متوتره كده واخده العمليه دي على صدرك وزعق. بصي يا ابله، احنا لازم نطريها على نفسنا عشان احنا كده كده جوه العمليه بنشد، فلازم قبل كده نرخي يعني. المهم يعني انتوا النهارده بالمشيئه كده كلكم تجولي في مرسى المراكب اللي في المنيل ونتكل على المتحف. امين امين. احمد واسماعيل. في المكان ده هو هنا؟ اه. شكله عفاريت قوي. انت خايفه من العفاريت؟ لا، خايفه من المكان. يا فين بقى الست الهانم؟ كده طلعنا من الحته كده اتفاجئنا. لا انا متخض. ايه ده؟ السلام عليكم. ايه راح فين؟ ايه لسه معاكم ماشيه؟ انا جايه لكم اهو. فتحي انا عايز اسالك سؤال. اتفضلي. هو انت وانت صغيره لما قالوا لك ان انت هتبقي حراميه ادوكي ده كيونيفورم يعني؟ اه بنلبسه بيكبر معانا. بيكبر معانا ايه يعني؟ انت يعني انت بتخرجي من بيتك كده عادي، بتمشي في الشارع عادي؟ اه عادي. باين جدا يعني، بتروحي مثلا تروحي تشتري فول وطعميه باللبس ده ما عندكيش مشكله؟ ده لبس عصابات من ساعه ما الدنيا اتخلقت، من ايام عصابه القناع الاسود، ده عملوها في عنتر ولبلب. سيف مفقوسة، مفقوسة جدا. دي مش أول مرة تسرق، هي عارفة كويس هي بتعمل إيه. قولي له والنبي، قولي له عشان بس مفيش وقت والنبي للرغي ده، ويلا بينا نشوف شغلنا. أيوة يلا يا جماعة نسرق، I'm so excited. يلا بينا، يلا على المركب. يلا مركب إيه؟ هنركب المركب دي كلها نتفضح. تعال يا ابني تعال. أوكي يبقى في حاجة تانية. أنت نزلني. تعال يا حاج. على مهلك. على مهلك. على مهلك كمان. حسبي ان اللي تقع على وشك. اه شكرا، الله يكرمك. هنركب في اللوكا. ايه ده، في واحد في المركب؟ ايه ده، اشمعنى دي عارفاه؟ استنى، في واحد في المركب بجد؟ اللي في واحد في المركب يعني؟ ايوه يا ابني، هي عندها تيم بتسرق بيه. فيش يا أمور. خش. أيوه. ها. بس. إحنا كده وصلنا المقر. نبتدي بقى نوزع المهام. يلا شرهان وهاني هتخش المتحف. تشدوا سكينة الكهرباء. تقطعوا النور عن المتحف. نيلي وسيف تخش عند العقد. تجيبوا العقد والجول. بس. وإنتي بقى يا فتحي هتعملي إيه؟ لا انا هعدي على خالتي هنا ساكنه في الكتكات، اخدها افسحها شويه في الفلوكه الحلوه دي، وانتوا على ما تخلصوا تدوني رنه صغننه اجيلكم نروح سوا. وحياه امك جرايه ابله في ايه؟ ما انا قلت لكم من الاول ان الشغلانه دي محتاجه رجاله معايا. الله، وبعدين اصلا بقالي كتير ما عملت الشغل بايدي، وكمان ولا لياقتي ولا مكانتي الاجتماعيه يسمحوا لي بالشغل ده. فيا عم عزه العلايلي، هو احنا رايحين نفجر ايلات؟ وبعدين ايه حوار مكانتي الاجتماعيه ده؟ اصل انا اصل ايه؟ بصوا من الاخر كده، انتوا شكلكم ولاد حلال، وانا حبيتكم يعني زي اخواتي، واتسمت فيكم الخير. فبص انا هجيلكم على الدغري واحكي لكم بصراحه، انا اصلا مش حراميه، انا بسرق وانا مجبوره. الله يسامحك يابا، خلتني كده مقهوره، طلعني ليه حراميه؟ انسانه مش متربيه. ايه ده، هو احنا طالعين نسرق مع فؤاد نجم؟ استنى، هي مش دي اغنيه مع احترامي انا مش حرامي؟ ده بتاعت مين دي؟ احمد فؤاد نجم. بقول لك ايه يا فنانه، هتقعدي تقولي لنا بقى صعبانيات وتغني علينا؟ الكلام ده ما ياكلش معانا. انت قابضه فلوس وانت اللي هتخشي تسالي عقد. خلاص يا شريهان،
لو هي مش عاجبها الكلام ممكن نخلي صباح تعمل معاها زي ما عملت مع سيد عضة. سيد عضمة whatever، هي هتعرف تتصرف معاها. انتوا هتقرفونا كل شويه صباح صباح، الشغلانه المنيله اللي انا غرست نفسي فيها دي. خلصونا يا جدعان هطلع معاكم. يبقى استبينا، هطلع انا وفتحي وسيف نجيب العقد وانتوا تراقبوا لنا الجو. سيف ايه؟ ما تطلع انت وفتحي وشريهان. يعني ايه البنات تدخل تعمل المهمه وانتوا تقعدوا تتفرجوا؟ يا سلام، دلوقتي البنت مش زي الولد. فين البنت المهندسه والمحاميه؟ اهي بقت حراميه. مش هرد عليك. معلش المره دي هتبقى لدرجيه. يلا بقى، انا مش عارف ازاي اطوعكم واطلع اسرح انا دلوقتي. سيف كفايه دلع بقى، يلا ما تعطلناش. خد يا عم واد الخير، خد الشفاه عشان ما تخافش. يلا خد معاك تورتش هي تنور لك جوه. يلا بسم الله الله اكبر. يلا يا عم. حاضر.